قلب الموصل شهادات دامغة عن بشاعة الإرهاب. الهاربات من جحيم داعش كسرنا طوق الصمت. نساء الموصل وسنجار كشفنا عن قصص كبت وإرهاب وعنف واغتصاب. نتابع فصول من هذه المحنة. كلمة واحدة كانت كفيلة بتحطيم أسنان هذه السيدة العراقية التي أخطأت وصف حالة زوجها أثناء حديثها مع أفراد من التنظيم الإرهابي داعش. واحد بيهم ضربني لأن أنا غلطت، قلت له زوجي ضحايا إرهاب، يعني زوجي تستشهد ضحايا، أنا غلطت قلت له فضربني كسر لي أسناني. فبعدين أخذوني على بيت سجنوني ثلاثة أيام ظليت مسجونة، وبعدين انهزمت من عندهم، قاموا أخذوني مسكوني جابوا زناجير شدوني بالزناجير، قالوا لي أنت ما يعني تستحقين إحنا نساعدك. هذه الضحية التي لا تكشف عن اسمها حفظاً لسلامتها تروي قصة معاناتها التي بلغت أهلها الذين تخلوا عنها. اكتشفت إني يعني حاملة، فيعني ما كنت أقدر أطلع من الموصل بعد، لأن أخاف يعني أني أرملة أشول حبلت، فظليت ملزمة بالموصل وماكو أي اتصال بيني وبين أهلي، وتزوجت واحد من عندهم يعني، فأهلي تبروا من عندي، وولادي عمهم أخذهم مني، قال على أساس هي تزوجت واحد داعش، وصار لي 3 سنوات ما أعرف إيش عن ولادي. أرملة في عمر 37 حرمها أهلها من صغرها بعد أن علمت بحملها نتيجة اغتصابها المتكرر وتعذيبها، ومن ثم تزويجها لأحد أفراد التنظيم الإرهابي. حيل تعذبت، يعني أنا الفترة اللي ظليت عندهم حيل عذبوني، ضربوني، ضربهم بالزناجير. فتاة أخرى تبلغ من العمر 13 عاماً تتعافى من عنف واجهته. والله أنا كان يعني حلمي أكمل دراستي، بس من جو الدواعش وأبويا زوجنا، يعني على مود الدواعش وتزوجت، ويعني ما كان ودي أنا أتزوج بس بالغصب الدواعش. حتى مقررة ما أرجع على المدينة اللي كنت بيها، ما أريد، لأن بس الأذية لقيت منه، فأحب أروح أعيش مكان بعيد ما حد لا يعرفني. عشرات النساء والفتيات الناجيات واللاتي انتقلن إلى مخيم الخازر يخضعن اليوم إلى برامج استشارية لعلاجهن النفسي والجسدي من ضمن برامج الأمم المتحدة التي تعمل على الحد من العنف القائم على نوع الجنس.